Bismillahirrahmanirrahim. Talabat ve talibat as-saffi s-sani el-adadi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. El-yevm mev'iduna ma' muraca'a seriha li cüz'iyyatil menheg min hilal cumal ihtiyari khassa bil kavaid min kitab el-talib ve kitab el-workbook fennebde. Grandma, nu'at you got a water melon. Taneti beh have. İbe have you got a watermelon? İbe ya geddeti hel temtelikine battıha. İttenye, hi, nuat we play a game next week end. Tandeti be aktırah, İbe nistahdim shall. İbe shall we play a game next week end. İbe hel sawfa nelab lobe fi atletil isbu'a al kadime. İttelte, why is a man nuat tired? طمع عندي is يبقى اجيب الفعل مزوب by ing يبقى اللي why is أمال feeling tired لماذا أمال تشعر بالتعب. الرابعة it's at the end of the day and the guests are not leaving. طعن عاي الظرف من تمنه بقل why هيبقى هنا slowly يبقى انها في نهاية اليوم والضيوف ببطء يغادرون. الخمسة That's my sister. She's smiling not at the camera. برضو احتاج ظرف. برضو هنا منهي بقل واي هتبقى هابلي. يبقى انها اختي انها تبتسم بسعادة الى الكاميرا. الستة The teacher treats all her children. برضو احتاج ظرف هتبقى kindly. يبقى المعلمة تعامل كل أطفالها بعطف أو بحنان. السبعة I am waiting not to get on a plane for the first time. برضو أحتاج ظرف هنا حسب المعنى تبقى excitedly. يبقى أنا أنتظر بطريقة مستثارة أو بدهشة to get on a plane لأركب طائرة for the first time لأول مرة. التمنة Are you taller not your brother? طعن صفة قصيرة المقطع بين اتنين بجيب ER with an يبقى Are you taller than your brother? يبقى هل انت أطول من أخيك. التسعة When عمر was 22 a shark attacked him and he not a leg طعن تبقى lost يبقى فقد رجل. يبقى عندما عمر كان عنده 22 سنة سمكة كرش هجمته وفقد رجل له. العاشرة ياسر's grandmother not work in a hospital. طعن هنا تبقى used to اعتادت أن طعن عادة في الماضي وانقطعت بيجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى جدت ياسر اعتادت أن تعمل في مستشفى. 11 دينا نقط ماني تو اتشارتي بات ناو شي داز يبقى يقول لي دينا لم تكن تعتاد ان يبقى شي ديدنت يوز تو جيف ماني تو اتشارتي يبقى لم تتعود لان تعطي مال لجمعيه خيريه. بات ناو شي داز ولكن الان هي تفعل لان طعن يوز تو بنفيها بديدنت ورجع يوز للمصدر. 12 Athens is a great city and the Parthenon is not most famous buildings. طعنينا تبقى it's اللي هي للملكية يبقى لأثينا مدينة عظيمة والمبنى ده من أشهر المباني الموجود بها بين it's most famous الملكية عليها. 13 Before he got married ياسر زداد نقط live in Cairo. طبعا هنا المعنى اللي ما عنديش used to لكن عندي didn't used to يبقى لم يتعود أن يعيش في القاهرة. يبقى قبل أن يتزوج والد ياسر لم يتعود أن يعيش في القاهرة. 14 قال هنا did حسن أو did حسام حسن نقط captain of the Egyptian football team. طبعا عندي did واحتاج هنا بقى use to be
Yani time did used to ben mesela alaya sual besel bedid ve regga lin mazdar. Yiba did Hüsam Hasan used to be. Yiba hel etade Hüsam Hasan en yakuna kapten el fariq el kavmi el misri lukatul kalem. 15. I used to know at basketball but I don't know. ملاتت وانا العب كرة السلة ولكن ليس الآن أو لم يعد الآن. And used to يبقى ناقصن المصدر يبقى بلاي. 16. ياسر ذا أنكل نقط ليف إن تونيزيا. تعنينا تبقى used to اعتاد أن. يبقى عم ياسر اعتاد أن يعيش في تونس. 17. When you were 10 نقط you used to live in a different house. كان عندي يوزياني يبقى ناقصني did. And used to والمصدر يبقى did you used to. يبقى عندما كان عندك 10 أعوام هل اعتدت أن تعيش في منزل آخر. 18. When she was a child ياسر زمام نقط بلاي ذا بيانو every day. تاني نتبع used to يبقى عندما كانت طفلة أم ياسر اعتادت أن تعزف على البيانو كل يوم. 19. You not put your rubbish in the bin. طبعا تبقى must يبقى يجب أن تضع قمامتك في طبعا علبة القمامة أو صفيحة القمامة. 20. You not listen to the teacher. طبعا تبقى you must يجب أن تستمع إلى المعلم. 21. In a museum you not touch the objects. طبعا تبقى mustn't لا يجب. يبقى في المتحف لا يجب أن تلمس الأشياء. 22. You not be quiet in the library. طبعا تبقى هنا you must يبقى يجب أن تكون هادئا في المكتبة. 23. While we not to go into the museum, I saw my friend Amir. طعنينا تبقى while we were waiting. إما بينما كنا ننتظر. بأن طعن بعد while ماضي مستمر والزمن الثاني ماضي بسيط. طعن ماضي مستمر was aware ويبتاخد where. 24. As we not home, Amir found me. يبقى as we were traveling بل بينما نحن نسافر إلى المنزل أمير اتصل بنا. عندي بعد كده 25. As my parents knocked the tickets, Amir and I decided what we wanted to see first. يبقى طبعا as my parents هنا طبعا were buying يبقى بينما كان والدي بيشتروا التذاكر أمير وأنا قررنا what we wanted to see first ما نريد أن نراه أولا. عندي بعد كده الجملة رقم 26. This month was not than last month because we had some big storms. طبعا هنا تبقى مقارنة بين اثنين فتبقى وتر. طبعا ويت مبتل يبقى هذا الشهر أكثر بللا من الشهر الماضي. Because we had some big storms لأننا لدينا بعض العواصف الكبيرة. 27. As the teacher was talking I knocked a question. طبعا تبقى I asked عشان بعد as ماضي مستمر والزمن الثاني ماضي بسيط. ما بينما المعلم يتحدث أنا سألت سؤال. 28. While I was reading my book the phone طبعا تبقى رنج بينما أنا أقرأ كتابي التليفون رن. 29. لأن طبعا while أنه ماضي مستمر ماضي بسيط. 29. I knocked my bag on the floor while I was taking a photo.
ibn Atiba, I put Madibasir, ibn Awadat Hakibati, على الأرضية بينما كنت ألتقط صورة. 30. When we knocked around the museum, Amir and I found some tall tunnel doors with amazing designs on them. But when we were looking, بينما كنا ننظر around the museum, حول المتحف, Amir and I, أنا وأمير, وجدنا بعض some door, طانينة أبواب طويلة, tall doors with amazing designs, لها تصميمات مدهشة عليها, on them. And بعد كده الجملة رقم 31. It's a holiday today, we not to go to school. أنا النهاردة أجازة, طانة تبقى, We don't have to. ليس من مطلوب مننا أو لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى المدرسة. 32. I not walk to school. I take the bus. فنتبة. I don't have to. لست مضطرا لأن أمشي إلى المدرسة. أنا بأخذ الأتوبيس. 33. My father not get up at 6 o'clock every day to go to work. فعنينا إلزام خارجي هتبقى has to. لأن طبعا my father ضمير هي بياخد has وليس have. يبقى والدي يضطر لأن يستيقظ الساعة 6 كل يوم ليذهب إلى العمل. 34. You not buy your friend a present on his or her birthday. فعنينا تبقى You should. يبقى ينبغي. ينبغي أن تشتري لصديقك هدية في عيد ميلاده. 35. When you get on the bus, you not buy a ticket. يبقى طانة تبقى have to. إلزام خارجي. يبقى عندما تركب الأتوبيس تضطر لأن تشتري تذكرة. 36. You not tell your teacher. If you don't understand the lesson, كانت يبقى should, ينبغي, نصيحة. يبقى ينبغي أن تخبر معلمك إذا لم تفهم الدرس. 37. At the weekends, I not get up early. I can stay in bed until 9 o'clock. كانت يبقى I don't have to. لست بحاجة إلى. يبقى اللي في أيام العطلات أو الأجازات أو نهاية الأسبوع لست محتاجا لأن أستيقظ مبكرا ممكنني أن أنتظر في السرير حتى الساعة 9. 38. The books not he used to help me were in his old school books. قال هنا the books طبعا هنا books هنا غير عاقل يبقى يجيب ضمير الوصل غير العاقل هو which يبقى الكتب he used to help me التي استخدمها لمساعدتي were his old school books كانت كتبه المدرسية القديمة. And 39. And my aunt Delia is a person not is always very kind to me. طبعا هنا person عاقل وفاعل يبقى يبقى الذي يبقى عمتي داليا هي الشخص الذي يكون الذي دائما عطوف معي. 40. She bought me the trainers not I wore when I played in the school volleyball team. يبقى طبعا هنا trainers مقصود بين اللي هي القدش اللي هو بيلعبه او الحذاء طبعا غير عاقل يبقى هنا ذات يبقى التي هي اشترت لي الحذاء الذي ارتديه عندما كنت العب في فريق المدرسة لكرة الطائرة. 41. It was the watch not my father gave me for my birthday. يبقى لنا it was the watch ذات لأن غير عاقل بأنها الساعة التي اشتراها أعطاها لي والدي في عيد ميلادي. 42. Mrs. Subbers
The teacher knew I taught my sister. Yani Mrs. Sabri is the teacher. Yani Mrs. Sabri el-muallime who taught my sister. Belleti allemet uhti. 43. I gave the shoes not are too small for me to my cousin. Yani I gave the shoes, tan shoes غير عاقل, tibqa which والتي are too small for me. يبقى أعطيت الأحذية التي كانت صغيرة جدا بالنسبة لي to my cousin إلى ابن عمي. 44. Let's go back to the beach. Not we went swimming last week. طبعا beach مكان يبقى أجيب where. يبقى دعنا نذهب إلى الشاطئ حيث ذهبنا للسباحة الأسبوع الماضي. 45. The volunteers want to make the canal نقط. يبقى للمتطوعين أرادوا أن يجعلوا القناة طعن كلينر يبقى أكثر نظافة لأن صفة قصيرة المقطع بحط لها ER بين 2. 46. The electric buses in Alexandria cause نقط air pollution so they are greener than the old buses. طبعا هنا تبقى لسه. يبقى للأتوبيسات الكهربائية اللي في اسكندرية بتسبب تلوث هوائي أقل. لذلك هم أكثر حفاظا على البيئة من الأتوبيسات القديمة. 47. Bikes are not than cars. طعنين تبقى greener. طعنين أكثر خضرة دليل هي أكثر حفاظا على البيئة. يبقى الدراجات أكثر حفاظا على البيئة من السيارات لأنها طبعا لا تسبب عوادم سيارات. 48. Mount Kenya is not as nut as Mount Kilimanjaro. قالينا طبعا as صفة as يبقى أخد high يبقى ليس عالي مثله. يبقى لجبل كينيا ليس عالي مثل جبل كيلمنجارو. 49. The pollution in the countryside is not as nut as the pollution in cities. برضو عندي as صفة as هاخد bad. يبقى للتلوث اللي في الريف ليس سيء مثل التلوث اللي في المدن. 50. Recycling is not as using less electricity for the environment. طبعا هنا برضو لي as صفة as يبقى as important. يبقى recycling is as important as. يبقى لي إعادة التدوير مهم تماما مثل استخدام كهرباء أقل للبيئة. 51. People think that the seats on the new buses are more comfortable not than the old buses. طعنينا مقارنة ليه comfortable صفة طويلة النقطة بين اتنين بجيب more وبعد كده than. يبقى لطعن الناس بتعتقد بأن المقاعد اللي في الأتوبيس الجديد أكثر راحة من الأتوبيس القديم. 52. The city not for AC ships which come and go from around the world. يبقى the city is known. يبقى المدينة معروفة مبنية للمجهول. بجيب verb to be وبعدين التصريف التالت. يبقى المدينة معروفة ومشهورة بسفنها والتي تأتي وتذهب لجميع أنحاء العالم. 53. Port Said is not to Suez by the Suez Canal. طبعا هنا برضو مبنية المجهول يبقى is connected. يبقى Port Said مرتبطة بالسويس عن طريق قناة السويس. 54. Many fish are not in the sea near Port Said. طبعا برضو مبنية المجهول يبقى عندي are ناقصني التصريف التالت. يبقى many fish are caught. يبقى كثير من الأسماك تصاد في البحر بالقرب من بورسعيد. 55. Lots of cotton نقط in the area. طبعا cotton لا تعد فأجيبها مبنية المجهول يبقى is grown وليس are grown.
يبقى كثير من القطن يزرع في المنطقة. عند 56 lots of food is not in the local area like potatoes, wheat and sugar. طبعا اثنين التصريف الثالث يبقى is grown يزرع. يبقى كثير من الطعام يزرع في المنطقة المحلية مثل البطاطس والقمح والسكر. 57 the city not known for its delicious black honey. يبقى the city is known مبنية المجهول بس city مفرد يبقى is والتصريف الثالث. يبقى المدينة مشهورة بالعسل الأسود اللذيذ بتاعها. 58 many ancient monuments and buildings are not in the city. طعم مبني المجهول بعند R ناقصني التصريف الثالث found ما توجد. يبقى لي آثار ومباني قديمة توجد في المدينة. 59 طنطز beautiful الأحمدي mosque is visited not thousands of people every year. طعنة تبقى باي يزار بواسطة. يبقى للمسجد الأحمد الجميل بتاع طنطا يزار بآلاف من بواسطة آلاف من الناس كل عام. عند 60 حمدي doesn't not coffee for breakfast. طبعا بعد doesn't مجيب الفعل في المصدر. يبقى حمدي لا يشرب القهوة في الإفطار. 61 I know at my homework before I have my dinner. طبعا هنا تبقى I usually do my homework. لأن طبعا ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأصلي وبعد verb to be. يبقى أنا دائما أو عادة ما أعمل واجبي قبل أن أتناول غذائي. 62 What time not your first lesson start. طبعا your first lesson درسك الأول أشيل وأحط مكانها إيه يبقى أجيب الفعل مساعد does. يبقى what time does your first lesson start. يبقى متى يبدأ درسك الأول. 63 Your father got a computer. طبعا your father أشيل وأحط مكانها هي يبقى has. يبقى هل والدك يمتلك كمبيوتر. 64 النقط I help you carry your box. طبعا هنا تبقى اقتراح بشال I. يبقى هل باستطاعتي أن أساعدك في حمل الكتب أو كتبك. 65 النقط your father got a blue car. طبعا your father أشيله وأحط مكانها هي يبقى أجيب معاها has. يبقى has your father got a blue car. يبقى هل والدك يمتلك سيارة زرقاء. 66 why not هدى waving to those girls. طبعا عندي waving يبقى أنا محتاج مضارع مستمر هدى أجيب معاها is. يبقى لماذا هدى تلوح لهؤلاء البنات. 67 باسل يوجوالي ريبيرز كمبيوترز بات توداي هي نوت هيز جراند بيرنتس. اللي طعن هنا باسل عادة ما بيصلح الكمبيوترات ولكن حدث بيتم النهاردة استثنائي يبقى مضارع مستمر بايز سيينج هيز جراند بيرنتس ونسيب معنى يزور. يبقى باسل عادة ما بيصلح الكمبيوترات ولكن اليوم هو بيزور أجداده. 68 الفادي نقط wearing a jacket today because it's very hot. يبقى حاجة استثنائية يبقى فادي isn't يبقى لا يرتدي جاكيت اليوم لأن الجو حار جدا. 69 نادر doesn't usually work in the shop but his brother is ill so he نقط. طبعا هنا تبقى there today يبقى أجيبها مضارع مستمر لأنه حدث لفترة مؤقتة. يبقى هنا so he is helping. يبقى لنادر عادة لا يعمل في المحل ولكن أخيه مريض
لذلك هو يساعد في المحل اليوم بحاجة استثنائية ومؤقتة مضارع مستمر. 70 The street food seller usually makes falafel but he not eat cheese sandwiches this morning. فنفس الكلام للبائع متجول بتاع الأطعمة عادة ما بيبيع فلافل ولكن النهاردة شيء مؤقت يبقى مضارع مستمر. He is selling هو بيبيع سندوتشات جبنة هذا الصباح. 71 That children are singing نقط in the playground. بمحتاج ظرف يبقى اللود لي يبقى للأطفال يغنون بصوت مرتفع في الملعب. 72 My grandfather not work in 2015 حدث انتهى في الماضي يبقى جيبها ماضي بسيط استوبت يبقى جدي توقف عن العمل عام 2015 73 Egypt's football team نقط the Africa Cup of Nations in 2010 طبعا هنا حدث برضو انتهى في الماضي يبقى جيبها ماضي بسيط ون يبقى الفريق المصري لكرة القدم فاز بكأس الأمم الإفريقية عام 2010 74 هي نقط a junior chess competition when he was only 12 برضو حدث انتهى في الماضي يبقى جيبها ماضي بسيط ون يبقى اللي هو فاز بمسابقة للشطرنج للناشئين عندما كان عنده 12 سنة 75 He started playing chess when he was very little and he not always very good at it طبعا هنا ماضي يبقى أخد was يبقى اللي هو بدأ لعب الشطرنج عندما كان صغيرا جدا وكان طبعا دائما جيدا فيه لأن قلنا always وظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأصل وبعد verb to be فجت هنا بعد was 76 الزير نقط a hotel in our city 10 years ago but now there are 3 يبقى طعن a hotel مفرد يبقى there didn't used to be لأن طعن weren't ما تنفعش لأن weren't جمع يبقى لم يتعود أن يكون هناك فندق في مدينتنا منذ 10 أعوام والآن يوجد 3 فنادق 77 My grandfather not football when he was young but he can't walk now كان عادة في الماضي وانقطعت هتبقى used to play يبقى جدي تعود أن يلعب كرة القدم عندما كان صغيرا ولكنه لا يستطيع المشي الآن 78 You not touch any of the buildings because it's very old طبعا نه يبقى you mustn't لا يجب أن تلمس أي من المبنى لأنه قديم جدا 79 Cars not drive on this road so we can walk on it safely طعنينا تبقى cars طعنينا mustn't يبقى السيارات لا يجب أن تقود في هذا الطريق لذلك يمكننا أن نمشي بأمان طعن doesn't دي يعني معايزة مفرد وcars جمع فما تنفعش 80 When we not down for a picnic lots of runners were running through the park طعنين يبقى ماضي مستمر when يبقى when we were sitting ما عنديش were sitting بناخد ماضي بسيط يبقى when we sat عندما جلسنا في المنتزه من اجل نزع خلوية كثير من العدائين كانوا يجرون خلال المنتزه 81 while منى was playing tennis she not her arm يبقى طعن هنا ماضي مستمر يبقى ناقصنا الماضي البسيط she hurt طعن hurt دي يعني ماضي بسيط أما she لو مضارع تبقى hurts ما بينما منى كانت تلعب تنس هي طعن عورت دراعها 82 as Kareem not photos of the animals
he lost his phone. يبقى as كريم was taking. ما بينما كريم كان بيلتقط صور للحيوانات هو فقد تلفونه. 83. We not on the train for hours before it finally arrived at the station. يبقى we were traveling. كنا نسافر في القطار لعدة ساعات قبل مؤخرا وأن يصل إلى المحطة. 84. You not drink lots of water after a run, but not before. فعنينة تبقى you should. يبقى ينبغي أن تشرب كثيرا من المياه قبل الجري ولكن ليس بعد الجري ولكن ليس قبله. يبقى ينبغي أن تشرب كثيرا من المياه بعد الجري ولكن ليس قبله. 85. We were going on a boat today. It's going to be hot. So you not wear sunglasses and a hat. طبعا هنا فما يكون حر يبقى تحتاج يبقى you have to ستضطر يبقى سوف نذهب في رحلة للقارب اليوم وسيكون الجو حار لذلك ينبغي أن ترتدي نظارة الشمس وقبعة. عندي بعد كده الجملة 86. This is the house not my grandmother was born. يبقى تبقى where. هذا هو المنزل حيث ولدت جدتي. 87. Saudi Arabia is not as not as Jordan. طعننا تبقى as صفة as يبقى with. يبقى للسعودية العربية أو للمملكة العربية السعودية ليس بها أمطار مثل الأردن لأنه ويت مبتل. 88. A train is not as fast not a plane. طعن as صفة as يبقى للقطار ليس سريعا مثل الطائرة. 89. نسمة writes in English as not as she speaks it. طعن هنا فعل فأحتاج ظرف يبقى as carefully as. يبقى لنسمة بتكتب بالإنجليزية بعناية كما كما تتحدثها. 90. The drought this year is not as it was last year. يبقى محتاج صفة يبقى dangerous. يبقى للجفاف هذا العام ليس خطيرا كما كان العام الماضي. 91. The North Hotel is not on a lovely beach. طعنا تبقى located يقع. يبقى الفندق الشمالي بيقع على شاطئ جميل. 92. Coral reefs are often not by scuba divers. طعنا مبني المجهول يبقى تبقى damaged. يبقى الشعب المرجانية غالبا ما تتلف أو تدمر اللي هم الغواصين اللي بيبقوا معهم السكوبا دي الأجهزة بتاعت الغوص. 93. Tourists snot hundreds of photos of the pyramids every day. طبعا مضارع بسيط يبقى take. يبقى السائحين ما بيأخذهم مئات من الصور للأهرامات كل يوم. 94. The honey is not from sugar. طعم مبني المجهول يبقى عندي إذن اسم التصريف الثالث. يبقى العسل يصنع من السكر. 95. Parts of the beach are not tourists so that turtles are safe. طعم مبني المجهول يبقى are closed. يبقى أجزاء من الشاطئ مغلقة للسياح لذلك السلاحف آمنة. 96. طه نقط for his funny stories. مبني المجهول يبقى إذ والتصريف الثالث يبقى إذ نون. يبقى طه مشهور بقصصه المضحكة. 97. What is a mad نقط It looks very nice. كان سؤال في المضارع المستمر. What is a mad eating? يبقى ماذا يأكل عماد؟ إنه يبدو جيد جدا أو لذيذ.
98. We look at a film and it's very funny. Ve mudara müstemir. We are watching. Ve nahnu nushahid film. Ve huwa mudhik jiddan. 99. My sister speaks very محتاج ظرف يبقى كويتلي. أختي تتحدث بهدوء جدا. 100. You not leave large bags at the ticket office before you enter the castle. تعني ناتبة إلزام يبقى you must leave. يبقى ينبغي أن تترك الحقائب الكبيرة في مكتب التذاكر قبل الدخول إلى القلعة. عندي بعد كده الجملة 101 إذا كافي نقط I meet my friends sells delicious ice cream يبقى هنا طعن كافي مكان يبقى where يبقى القهوة التي أقابل فيها أصدقائي تبيع حليب لذيذ جدا أو ice cream لذيذ 102 You lift the bag نقط you bought At the weekend at my house. طبعا هنا the bag غير عاقل هتبقى which. يبقى أنت تركت الحقيبة التي اشتريتها في عطلة الأسبوع في منزلي. 103. Some people say that recycling is not as important not using less water. طبعا as صفة as. يبقى as important as. يبقى بعض الناس تقول بأن إعادة التدوير ليست مهمة مثل استخدام مياه أقل 104 علي says that football is not as handful طبعا as صفة as يبقى أخذ as difficult as يبقى علي بيقول أن كرة القدم ليست صعبة مثل كرة اليد 105 A bike is not as a plane. طبعاً as صفة as. يبقى أخذ fast. يبقى للدراجة ليست سريعة مثل الطائرة. 106. Alexandria is not as جيزة. برضو as صفة as. يبقى أخذ big. يبقى الإسكندرية ليست كبيرة مثل الجيزة. عندي 107. النقط تايم داز دونز سكول فينيش طبعا تبقى وات تايم يبقى ما الوقت اللي مدرسة دون بتنتهي فيه 108 I can't come to the park because I not the house today يبقى محتاج مضارع مستمر يبقى I am cleaning يبقى لن آتي إلى المنتزه لأنني أنظف المنزل اليوم 109 My uncle Rashid not born in 1961 طان was born لأن طان ولد في الماضي يبقى عمي رشيد ولد عام 1961 110 I not my homework when my sister called me طان هنا تبقى ماضي مستمر يبقى I was doing كنت أعمل واجبي عندما أختي اتصلت بي 111 The people were running quickly from the park because it not to rain طبعا هنا جملة في الماضي يبقى started يبقى الناس كانت تجري بسرعة من المنتزه لأنها بدأت تمطر 112 My uncle not a firefighter But now he is a police officer. طانين عاد في الماضي وانقطعت. يبقى used to be. يبقى عمي أو خالي اعتاد أن يكون رجل إطفاء. ولكنه الآن رجل شرطة. 113. You not eat inside the castle. طانين you mustn't. يبقى لا يجب أن تأكل داخل القلعة. 114. There is an important test tomorrow, so you not play video games. يبقى لو عندك امتحان مهم بكرة، يبقى لا ينبغي أن تلعب ألعاب كمبيوتر. يبقى خد shouldn't أو ألعاب فيديو. 115.
The place north I lost my watch was the garden. يبقى the place where. يبقى المكان حيث فقدت ساعتي كان الحديقة. 116. I saw Ahmed in the park. نقط we often play football. طبعا برضو هنا مكان هتبقى where. يبقى أنا رأيت أحمد في المنتزه حيث نلعب غالبا كرة قدم. 117. The boy نقط was my best friend at school moved to a different city. يبقى boy عاقل. يبقى طبعا هنا هاخد هو. وإن كان برضو طبعا ذات المفروض تبقى صح لأن ذات بتيجي للعاقل وغير عاقل وفاعل ومفعول. يبقى the boy who was my best friend at school. يبقى الولد اللي كان أفضل صديق لي في المدرسة انتقل إلى مدينة أخرى. وقلنا برضو ذات هنا هتبقى صح. 118. There is an important test tomorrow, so you not play video games. طبعا مكررة هتبقى shouldn't. The place not برضو مكررة هتبقى where. I saw Ahmed in the bar برضو مكررة where. 120. طبعا برضو هنا قلنا هتبقى هو أو ذات لأنها مكررة. نبيلة feels ill. So she not in bed this morning. يبقى لنبيلة تشعر بالمرض يبقى جيب مضارع مستمر لأنه حدث مؤقت. So she is staying in bed this morning. فهي تمكث في السرير هذا الصباح. 123. On Sunday I usually not time with my cousins. يبقى عادة هتبقى I usually spend. يبقى يوم السبت عادة ما أقضي بعض الوقت مع أولاد عمي أو خالي. 124. Our football team will win because they are playing very. طبعا محتاج ظرف هنا تبقى will وليست بدلي. يبقى لفريقنا أو فريق كرة القدم بتاعنا سوف يفوز لأنه بيلعب بطريقة حسنة. عندي بعد كده 125. الوير نقط live before you moved to Alexandria. يبقى where did you used to. يبقى أين اعتدت أن تعيش قبل أن تنتقل إلى الأسكندرية. 126. Most of the people نقط when the earthquake started. طبعا هنا تبقى most of the people were sleeping. يبقى معظم الناس كانت نائمة عندما بدأ الزلزال. 127. Pots are fun but they can be dangerous. So you not do what your teachers tell you. طبعا هنا تبقى have to. يبقى للقوارب ممتعة ولكن ممكن تكون خطيرة لذلك عليك أن تفعل ما يخبره لك معلمك. وشكرا لحضراتكم.